هذه هي الوثيقة الخاصة بقرار مجلس الشورى. طبعا واضح أن الخط غير واضح والتصوير سيء جدا. قرار المجلس: من حيث أن المؤتمر قد وافق على الاقتراح المذكور لما ورائه من نفع ملموس وراء إلفات نظر المعارف إلى وجوب إصلاح كتاتيب البنات والاستزادة منها ومعاونتها قدر الطاقة، فإن مجلس الشورى يؤيد المؤتمر في قراره ويحبذ إحالته إلى المعارف لنظر فيه وإجراء المقتضى نحوه. وقد رفع القرار إلى النائب العام في 13 ذي القعدة 1350 هجري، ونصه ما يأتي: حضرة صاحب السمو الملكي النائب العام لصاحب الجلالة الملك ورئيس مجلس الوكلاء بعد التحية والإجلال، تنفيذا لإرادة صاحب الجلالة الملك المعظم المبلغة إلى المجلس من مقامكم العالي بعدد 682 وتاريخ 21/2/1350 هجري، أتشرف أن أرفع طي مذكرتي هذه قرار مجلس الشورى عدد 674 وتاريخ 13 ذو القعدة 1350 هجري للاطلاع عليه والتكرم بإجراء المقتضى نحوه. وفق الله الجميع لما فيه الصلاح. رئيس مجلس الشورى عنه عبد الله الفضل في 13/11/1350 هجري. إلى هنا انتهى عمل مجلس الشورى. أنا حاولت حقيقة أن أحاول أن أتتبع ما يمكن أن يكون وراء تنفيذ هذا الاقتراح، ومن محاولة استقراء الأحداث التالية لهذا الاقتراح وجدت أن مديرية المعارف سعت، أو برغم أنها كانت تفتح المدارس الرسمية إلا أنها أيضا اهتمت بحسب خاصة المناطق التي هي خارج جدة ومكة فتح كتاتيب خاصة للأولاد باعتبار أنها يقطنها البادية وهي مرحلة أولية للتعليم. وجدت أن هنالك من ضمن أوراق مديرية المعارف أنها قدمت إعانات مادية لكتاتيب البنات، على سبيل المثال أنه في عام 1353 هجري، وهذه وثيقة تحصلت عليها، أنها كانت المديرية تصرف مكافأة مالية لمعلمة كتاتيب في رابغ. يعني هذه وثيقة واحدة، قد تكون هنالك أيضا يعني وثائق أخرى أو مدرسات أخرى في كتاتيب أخرى صرفت لهن نفس المكافأة. أيضا لاحظت الباحثة أنه مع زيادة رغبة المجتمع في تعليم البنات أنه كتاتيب البنات أخذت في التوسع والانتشار، وهذه حسب دراسة لي أخرى رصدت فيها كتاتيب البنات خاصة وهي في منطقة نجد، وجدت أنه في عقاب عام 1356 هجري ارتفع بشكل ملحوظ عدد الكتاتيب البنات، ونفس الكلام ممكن أن ينطبق على الحجاز وعسير وبقية المناطق التي تكونت منها المملكة العربية السعودية. الملاحظة الثالثة التي لاحظتها أن كثير من بعض الكتاتيب تطورت إلى مدارس أهلية خاصة، مثل كتاب عائشة المعجوني والتي تحول إلى المدرسة المعجونية، وأيضا فاطمة الطيب الهزازي التي حولت في عام 1356 كتابها إلى مدرسة، أيضا جواهر عبد الحفيظ جمال والتي حولت كتابها إلى مدرسة أهلية عام 1373، وحولت أيضا كلثوم المصري كتابها إلى مدرسة وأسمته المدرسة الوطنية. أيضا افتتحت مدارس من قبل رجال خاصة بتعليم البنات، وهي مدارس طبعا أهلية مثل المدرسة الخيرية العارفية والمدرسة كما أضفت في البداية أو وضحت في البداية المدرسة السولاتية، والتي بدأت منذ عام 1365 باستقبال البنات إلى جانب الأولاد.
أمل أن أكون أعطيت الموضوع حقه، وأشكر الحضور حسن الإنصات، وشكرا لكم.